العيد يوم مبارك عظيم، العيد يوم صلاة العيد، ترى الناس كما لا يخفى يحرصون على تلك الشعيرة العظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى كما هو معلوم، وهديه عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم أنه كان في هذا اليوم يحرص على أن يصلي صلاة العيد في المصلى دائما، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابه مطر، وبهذا استدل من قال بجواز الصلاة في المسجد للحاجة. يلبس في العيد أحسن الثياب، فمن أراد أن يخرج إلى المصلى يحرص كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس للخروج إلى المصلى أجمل ثيابه له عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، حلة يلبسها للعيد سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر يلبسها يوم الجمعة. وكان بعضهم يقول إنه عليه الصلاة والسلام كان يلبسها وكانت بردين أخضرين، ومرة لبس بردا أحمر فيه خطوط حمراء، يأكل صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا، وأما في عيد الأضحى فكان كما قال الفقهاء لا يطعم عليه الصلاة والسلام حتى يرجع من المصلى، فيأكل من أضحيته، وكل ذلك من المستحبات التي يحرص عليها المسلم يوم العيد، لأن هذا هديه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أكمل الأجر وأعظمه وأتمه وأحسنه وأوفره هو الذي وافق فيه العبد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر أنفسنا بأن من هديه عليه الصلاة والسلام في يوم العيد أنه كان يغتسل للعيدين، يخرج مستحضرا مستشعرا بركة هذا اليوم ماشيا إلى المصلى، يخرج والعنزة في يده يحملها صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل المصلى نصبت سترة له ليصلي إليها، وكان يحرص على السترة في الصلاة ويعظم أمرها ويدنو منها، ثم إذا شرع في الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك، وكان يؤخر صلاة عيد الفطر، وكأن الحكمة من ذلك هو أن يجد من أراد أن يخرج زكاة الفطر بعد الفجر ساعة من الوقت، وفي المقابل يعجل في الأضحى ويحرص على تقديم الصلاة ويدنو وقتها من أقرب ما يكون من طلوع الشمس، بعد الطلوع وحين تحل النافلة يصلي صلى الله عليه وسلم ويكبر من بيته إلى المصلى قائلا تلك الكلمات العظيمة التي فتحت بها مدن وفتحت بها من قبل ذلك قلوب: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى إلى المصلى صلى من غير أذان ولا إقامة، ولا يعلم أنه كان ينادي مناد بقول الصلاة جامعة، فكان صلى الله عليه وسلم يشرع في الصلاة، وإذا انتهى إلى المصلى لم يصلي شيئا قبل الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى إلى المصلى لم يصلي شيئا قبل الصلاة ولا بعدها، يبدأ في صلاة العيد بالصلاة قبل الخطبة، ثم فيصلي ركعتين كما هو معلوم، هاتان الركعتان يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية مع تكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، وإن كان قد ذكر عن ابن مسعود أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي، وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة إذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة 7. إذا تم صلى الله عليه وسلم التكبيرة 7 أخذ في القراءة، قرأ الفاتحة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم بعد ذلك يقرأ بما تيسر، وكان يقرأ بعدها قاف في إحدى الركعتين، وفي الأخرى يقرأ اقترب الساعة وهي سورة القمر، وأحيانا ربما يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وهو أهل أتاك حديث الغاشية. فإذا فرغ من الركعة قام من السجود كبر 5 متوالية، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كبر في 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة
كان إذا أكمل الصلاة ولا تسأل عن صلاته صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم انصرف، قام مقابل الناس يعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه في زمنه، ولم يكن يخرج عليه الصلاة والسلام أو يخرج منبر المدينة، كان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام على الأرض، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. حياته لم تكن فيها كلفة ولم يكن فيها شيء من الرياء أو السمعة، كان عليه الصلاة والسلام أزهد ما يكون في الحياة، ووددت كما ود كل محب للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الآن في هذه اللحظة وأن يتأمل وأن يتخيل معي حال أصحاب رسول الله وهم في المصلى ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزين قلبه بالإيمان وتزين وجهه بأنوار الهدى والذكر، ثم تزين بدنه ولباسه عليه الصلاة والسلام، خرج مكبرا والصحابة يترقبون في شوق، خرج حبيبهم وقرة أعينهم الذين يصلون عليه بالليل والنهار، وبدأ في الصلاة ثم بدأ في الخطبة. كان صلى الله عليه وسلم قد أشربت قلوب أصحابه محبته. يقول جابر في هديه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم كان يبدأ بالصلاة صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى عليه الصلاة والسلام حتى أتى إلى النساء فوعظهن وذكرهن عليه الصلاة والسلام، وكان يفتتح خطبته عليه الصلاة والسلام، وخطبه جميعها كان يفتتحها بالحمد لله تبارك وتعالى، كما افتتح القرآن بالحمد لله تبارك وتعالى. ولم يحفظ أنه استفتح بالتكبير، إلا أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، فالتكبير مما رغب فيه في هذا اليوم المبارك، ويكبر الله تكبيرا، فهذا يوم التكبير لله. فلا يزهدن عبد في هذا النسك العظيم. الله تعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وكبره تكبيرا. فما أجمل أن يكثر الإنسان من التكبير، فإن بالتكبير يستمطر الإنسان راحة القلب وسعادة النفس وعلو الهمة وشراح الصدر، وهذا حال كل من فتح عليه في هذا اليوم المبارك. فكن ممن يقول في هذه الساعة وفي كل دقيقة من دقائق هذا اليوم ما استطاع: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.